طيب هلقيت لو اجى لك ولد على باب بيتك في شجره وقطعها، ايش انت حتعمل له؟ انا اصلا عندي شجرتين على باب الدار. لو اجى ولد صغير وقطع لك اياها، ايش انت حتعمل له؟ اعمل له؟ بتقدم معاه بعمل طشت فيها كبيره وبلم كل الدنيا وبعمل طواش وبجيب كلاشينات وكل الدنيا بعمل مجزره على باب الدار.